نحن ندرس اليوم عن الصحافة الإلكترونية. كما درسنا في الفصل السابق، هناك أنواع مختلفة للإعلام: الإعلامي المطبوع أي الصحافة المطبوعة أيضا، وكذلك الإعلام المرئي مثل التلفاز والقنوات، وكذلك الإعلام السمعي أوديو فيشل مثل الراديو، وكذلك هنا إعلام رقمي أو إعلام جديد نيو ميديا، وهو الذي يعرف بالصحافة الرقمية أو الصحافة الإلكترونية. فاليوم نحن نناقش نتعرف على الصحافة الإلكترونية. فأولا، ما هي الصحافة الإلكترونية؟ هناك مسميات كثيرة للصحافة الإلكترونية. فأولا نحن نتعرف على المصطلحات المتداولة، المصطلحات المستخدمة، المصطلحات المتداولة أو المستخدمة المستعملة للدلالة على الصحافة الإلكترونية. فأولا الصحافة الفورية، الصحافة الفورية أو instant journalism، وكذلك النسخ الإلكترونية e-papers أو e-versions. e-versions معنى أو نسخة إلكترونية للطباعة أو للصحف المطبوعة أو للجرائد المطبوعة. وهناك الصحافة الرقمية، وهي الصحافة الرقمية معنى الصحف التي تستخدم الوسائل الرقمية للنشر، فهذه هي تعرف بالصحافة الرقمية. وكذلك الصحافة الإلكترونية. الصحافة الإلكترونية والصحافة الرقمية مسمياتها مختلفة ولكن مدلولها متساوية، ومدلولها نفس الدلالة، أي الصحف أو الإعلام أو وسائل الإعلام التي تستخدم الوسائل الرقمية أو الوسائل الإلكترونية لنشر الأخبار ولنشر ولإذاعة البرامج. فهذه هي المسميات المتداولة للدلالة على الصحافة الإلكترونية. أما ما تعريف الصحافة الإلكترونية؟ هناك تعريف مختلفة، كما نجد في الويكيبيديا، نجد في ويكيبيديا تعريف كثيرة، ومنها: هي منشور إلكتروني دوري يحتوي على الأحداث الجارية، سواء كانت مرتبطة بموضوعات أو عامة أو بموضوعات ذات طبيعة خاصة، وتتم قراءتها من خلال جهاز الكمبيوتر، وغالبا ما تكون متاحة عبر شبكة الإنترنت. والصحيفة الإلكترونية أحيانا تكون مرتبطة بصحيفة مطبوعة. فهذه تعريف شامل وتعريف جامع، وكذلك تعريف لمس جميع الجوانب للصحافة الإلكترونية. فأولا نشر إلكتروني، أي تنشر الأخبار بواسطة إلكترونية، فهو نشر إلكتروني. ودوري، وهي أي دورية معنى دورية معنى دوري، له وقت معين لنشر الأخبار، أو له وقت معين لنشر الأعداد الخاصة لها، مثل الجرائد اليومية، مثل الجرائد الأسبوعية، مثل الجرائد الصباحية، مثل الجرائد الزوالية، مثل الجرائد المسائية، هكذا. وهذه الجرائد التي تصدر أو تنشر بانتظام، وهذه المراد بالدوري. يحتوي على الأحداث الجارية، أي يحتوي هذا النشر أو يحتوي هذا المنشور الإلكتروني على الأحداث، الأخبار على الأحداث الجارية، سواء كانت مرتبطة بموضوعات عامة، سواء كانت هذه الأحداث الجارية مرتبطة بموضوعات عامة general issues، أو مرتبطة بموضوعات خاصة به أو special issues. فأولا نشر الأخبار أو نشر، والمراد بالصحافة الإلكترونية نشر إلكتروني دوري أو يصدر بانتظام، وهو يحتوي على الأحداث الجارية، سواء كانت مرتبطة بموضوعات عامة أو بموضوعات ذات طبيعة خاصة.
وتتم قراءتها أي تتم قراءة هذه المنشورات الإلكترونيات من خلال جهاز كمبيوتر بواسطة الكمبيوتر أو بجهاز أي جهاز تعرض هذا المنشور على سطحية مثل الحواسب المحمول أو جهاز الكمبيوتر ديسكتوب أو جهاز الهواتف الذكية وهكذا تابلت وهكذا كثير. فنمكن قراءة هذا المنشور بواسطة جهاز كمبيوتر وغالبا ما تكون متاحة عبر شبكة الإنترنت. غالبا ما تكون هذه المنشورات الإلكترونية متاحة بشبكة الإنترنت. في شبكة الإنترنت نحن نتواجد هذه المنشورات. وصحيفة الإلكترونية أي الصحيفة الإلكترونية أحيانا تكون مرتبطة بصحيفة مطبوعة. ربما تكون الصحف الإلكترونية مرتبطة بالصحافة الورقية أي لها نسخة ورقية لها نسخة إلكترونية. فهذا المراد بالصحف الإلكترونية والصحف الورقية لها نسختان نسخة ورقية paper print أو paper issue أو print issue وكذلك نسخة إلكترونية e version print version e version وهكذا تجد هذه. فهذا التعريف للصحافة الإلكترونية. وبالجملة الصحافة الإلكترونية منشور إلكتروني دوري يحتوي على الأحداث الجارية سواء كانت مرتبطة بموضوعات عامة أو بموضوعات ذات طبيعة خاصة به. وتتم قراءة هذه المنشورات الصحفية أو الصحيفة الإلكترونية من خلال أو بواسطة جهاز الكمبيوتر وغالبا ما تكون هذه النشرات متاحة عبر شبكة الإنترنت أونلاين باي أونلاين. والصحيفة الإلكترونية أحيانا تكون مرتبطة بصحيفة مطبوعة. ربما تكون للصحيفة الإلكترونية نسخة ورقية print version أيضا. خلقت الصحافة الرقمية أو خلقت الصحافة الرقمية أو خلقت الصحافة الإلكترونية أفقا إعلاميا جديدا للقرن الحادي والعشرين أي في القرن الحادي والعشرين أو في بداية القرن العشرين. بدأت أو خلقت الصحافة الرقمية أفقا جديدا أفقا واسعا أمام القراء وأمام وأمام العاملين في مجال الإعلام. وقد وسع وفتحت الصحافة الرقمية والصحافة الإلكترونية أفقا جديدا وأفقا واسعا. ومن خلال تقنيات الرقمية تقلل الحواجز المفروضة على الدخول أي على الوصول. هنا تقلل هذه التقنيات الحديثة الحواجز للوصول إلى الأخبار للوصول إلى الجرائد وكذلك للوصول إلى القنوات. أي أن هذه التقنيات الحديثة أن التقنيات الرقمية سهلت الوصول إلى الجرائد وإلى المجلات وإلى القنوات وإلى النشرات وإلى الإذاعات وإلى الراديو الرقمي وهكذا كثير. وعلى دخول وشبكات الحاسوب أي بواسطة شبكة الحاسوب تقللت الحواجز. وبالإضافة إلى أنواع الكتابة الحديثة أي تنوعت الكتابة الحديثة أيضا. وهناك كتابات مدونات بلوجرز كاتب المدونات يعرفون ببلوجر وكتابة المدونات بلوجر تغر. فهناك كتابات أنواع كتابية حديثة وذلك تنوعت بتنوع التقنيات الرقمية الحديثة مثل المدونات. فمعنى هذا أن الصحافة الرقمية فتحت أمام العاملين في مجال الصحافة في مجال الإعلام أفقا جديدا واسعا
وكذلك تقللت هذه تقنية الحديثة الرقمية أمام القراء وأمام عامة الناس الحواجز المفروضة للوصول إلى الجرائد وكذلك إلى الراديو وإلى القنوات وكذلك إلى المواقع الإنترنت وكذلك إلى المدونات وهكذا كثير. وتمكن وكذلك تجددت الكتابة الإبداعية وكذلك تنوعات الكتابة الإبداعية مثل المدونات. وكذلك بدأت الصحافة الرقمية مع اختراع أجهزة الكمبيوتر الشخصية في السبعينات من القرن العشرين. وكذلك نعرف أننا أن الأجهزة الكمبيوتر الشخصية بدأت تصنع في السبعينات من القرن العشرين. ومن هنا بدأت المحاولات الأولى للصحافة الإلكترونية أيضا. ثم اختراع أول نوع من أنواع الصحافة الرقمية باسم تيلي تكست، وذلك في بريطانيا في عام 1970 ميلادي. أي في عام 1970 ميلادي تم اختراع جهاز إلكتروني لنشر الأخبار بواسطة إلكترونية بواسطة الأجهزة الرقمية في بريطانيا، وذلك في عام 1970 ميلادي. فهذه هي المحاولة الأولى للصحافة الإلكترونية. أما الصحافة الإلكترونية الكاملة أولا في عام 1992 ميلادي أنشأت شيكاغو أونلاين شركة شيكاغو أونلاين أول صحيفة إلكترونية على شبكة أمريكا أونلاين. أي نشرت شيكاغو أونلاين أول صحيفة إلكترونية على الموقع شيكاغو على شبكة أمريكا أونلاين أنشأت أو أصدرت شيكاغو أونلاين أول صحيفة إلكترونية. أما الموقع الأول في الصحافة الإلكترونية، هناك نشر صدر أو الموقع بالكامل للصحافة الإلكترونية في العالم، وذلك موقع بالو ألتو أونلاين، أول موقع إلكتروني صحافية إلكترونية في العالم. بالو ألتو أونلاين وهذه هي الموقع وهذا هو الموقع الأول للصحافة الإلكترونية، وذلك في عام 1993 ميلادي. وقد بدأت في كلية الصحافة والاتصال الجماهيري في جامعة فلوريدا فلوريدا يونيفرسيتي في أمريكا. بدأت أول موقع للصحافة الإلكترونية، وهذا الموقع يعرف ب بالو ألتو أونلاين بدأ في كلية الصحافة والاتصال الجماهيري. ثم انتشرت الصحافة الإلكترونية في العالم الصحافة الإلكترونية في العالم منذ التسعينات وبعدين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. أي في عام 1991 ميلادي لم يكن هناك سوى 10 صحف على الإنترنت. أي في العام 1991 لم يكن هناك سوى 10 صحف على الإنترنت. ثم تزايد هذا العدد حتى بلغ 1600 صحيفة في عام 1996. أي في عام 1996 ميلادي تزايد عدد الصحف التي تتواجد في الإنترنت على 1600 صحف في العالم وهي إلكترونية. وقد بلغ عدد الصحف في عام 2000 عدد الصحف الإلكترونية على الإنترنت على 4000
أربعة آلاف أربعة آلاف أربعة ألف تواجدت في الإنترنت في عام 2000 ميلادي. وفي عام 2000 أيضا تستخدم الأغلبية العظمى للصحفيين في العالم الغربي الآن شبكة الإنترنت. أي بدأ الإعلاميون في العالم الغربي شبكة الإنترنت منذ عام 2000 وبشكل منتظم في أعمالهم اليومية، وكذلك بالإضافة إلى المواقع الأخبارية المباشرة. أي بداية سنة 2000 بدأت الصحف الإلكترونية المباشرة أونلاين دايركت أونلاين جورنالز إي جورنالز، ثم انتشرت الصحافة العربية. أي بعد انتشار الصحافة الإلكترونية في العالم بدأت بعد قليل الصحافة العربية الإلكترونية في العالم العربي، وذلك إثر انتشار استخدام الإنترنت بين المجتمع العربي. بعد انتشار استخدام الكمبيوتر استخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت بين المجتمع العربي بدأوا ينشرون الصحف الإلكترونية، ولكن هذا الانتشار قليلا جدا بالنسبة بالمقارنة لانتشارها في العالم الغربي. ثم التفتت أنظار الجهات المختصة في العالم العربي بالمجال الصحافي العربي إلى ضرورة وجود الصحافة العربية في الفضاء الإلكتروني. أي أخذ الإعلاميون العرب يفكرون في توجيه الصحافة الإلكترونية العربية في اللغة العربية في الفضاء الإلكتروني وأهميتها وضروريتها في العالم العربي، فبدأوا ينشؤون الصحف الإلكترونية في العالم العربي. ثم تم تأسيس المواقع على الشبكة لمعظم الصحف العربية اليومية والأسبوعية. أي هناك صحف عربية مطبوعة، هناك جرائد يومية مطبوعة، هناك مجلات عربية مطبوعة، وهذه الجرائد وغير هذه الجرائد بدأت تنشر الصحف الإلكترونية أو النسخ الإلكترونية، وفيها مواقع ذات أهمية معلوماتية شاملة. بين هذه المواقع الإلكترونية للصحف مواقع ذات معلومات شاملة مثل مواقع الصحف البيان، موقع الصحف البيان مشهورة، البيان مشهورة، جريدة البيان مشهورة، وكذلك هنا معلومات أساسية، هنا معلومات كثيرة في موقع هذا البيان، وكذلك موقع الإهرام، وكذلك موقع جريدة الحياة، وكذلك الشرق الأوسط، هكذا كثير عدد المجلات وكذلك الصحف الإلكترونية في العالم العربي. بدأ إصدار الصحف العربية الإلكترونية في مطلع العام 2000 ميلادي، وذلك بصدور صحيفة تسمى الجريدة في أبوظبي. في أبوظبي بدأ إصدار أول جريدة إلكترونية كاملة، وذلك بإصدار الجريدة باسم الجريدة. صحيفة الجريدة هي أولى جريدة إلكترونية في الفضاء العربي في العالم العربي. ثم اتجاهات وهي سعودية، وكذلك باب وبوابة من الأردن، وكذلك إسلام أونلاين، وهذه أيضا صحف إلكترونية بدأت. مراحل تطور الصحافة العربية الإلكترونية، هناك ثلاث مراحل لتطور الصحافة العربية الإلكترونية، ومن هذه المراحل الثلاثة أولا مرحلة النشأة والمبكرة، وذلك هذه المرحلة تبدأ من 1995 ميلادي إلى 1999 لأربع سنوات. أي من مرحلة النشأة المبكرة، والمرحلة الثانية هي المرحلة الانتشار. مرحلة الانتشار تبدأ من 2000
إلى 2010 ميلادي، تبدأ من السنة 2000 إلى سنة 2010 ميلادي. والمرحلة الثالثة تبدأ من مرحلة التأثير والتنافس، مرحلة التأثير والتنافس هذه المرحلة الثالثة، وهي تبدأ من 2011 إلى الوقت الحاضر، من بداية 2011 إلى الوقت الحاضر، وهذه المرحلة الثالثة. أما المرحلة الأولى فماذا بدأت؟ امتدادا للطباعة الورقية بدأت الصحف العربية الإلكترونية في عام 2000 في عام 1995 بدأت تصدر الجرائد الإلكترونية، وذلك امتدادا للورقة المطبوعة، أي وذلك امتدادا للورقة المطبوعة تصدر النسخ الإلكترونية للورق. وكذلك بدأ إطلاق المواقع الإلكترونية الموازية للصحف المطبوعة، هناك صحف مطبوعة أو نسخ مطبوعة للصحف، وأصدر نسخ إلكترونية أيضا على شبكة الإنترنت في هذه المرحلة. ثم تنقل النسخة الورقية على الشبكة الجديدة، أي بدأت هذه الصحف الورقية تنشر نسختها الورق الإلكترونية ونسختها الرقمية على شبكة الإنترنت. أما المرحلة ومن الجرائد العربية التي ظهرت على الشبكة في هذه المرحلة، أي الجرائد المشهورة التي ظهرت في المرحلة الأولى في الصحافة العربية الإلكترونية، الأيام البحرينية، وكذلك الدستور الأردنية، الأيام الفلسطينية، وكذلك الحياة اللندنية من لندن، وكذلك السفير اللبنانية، وكذلك الوطن الكويتية. وهذه هي الأيام البحرينية، الدستور الأردنية، الأيام الفلسطينية، الحياة اللندنية، السفير اللبنانية، الوطن الكويتية. وهذه هي الصحف العربية الإلكترونية التي تواجدت في على شبكة الإنترنت في المرحلة الأولى للصحافة العربية الإلكترونية. وثانيا مرحلة الانتشار، أي من عام 2000 إلى عام 2010 ميلادي، هناك ظهرت ثلاث ظواهر بارزة في هذه المرحلة في مجال الصحافة الإلكترونية، هناك ظهرت ثلاث ظواهر بارزة. فهذه هي أولا ظاهرة ظهور مواقع إخبارية إلكترونية مستقلة عن الصحافة الورقية، أي في هذه المرحلة ظهرت صحف إلكترونية محضة ليس لها نسخة ورقية، ليس لها نسخة ورقية، فبدأت تصدر المجلات وبدأت تصدر أو تنشر الجرائد اليومية الإلكترونية في اللغة العربية مستقلة ليس لها نسخة ورقية. وكذلك ظهور الثاني ظهور البوابات الإلكترونية electronic gates e-gates العامة التي قدمت خدمات إخبارية، وكذلك هنا بدأت البوابات الإلكترونية التي تقدم الخدمات الإخبارية في العالم العربي في اللغة العربية أيضا. وكذلك الظاهرة الثالثة الآن في المرحلة الثانية ازدهار التدوين الصحفي الذي مارسه بالدرجة الأولى صحفيون محترفون بشكل مستقل، أي بدأ الصحفيون أو بدأ الإعلاميون المستقلون ينتبون وينشرون الصحف وينشرون الأخبار بتدوين الصحفي، أي بتدوين الصحفي بلوغ جانل بلوغ تدني. وهذه هي الثلاث ظواهر الثلاثة في المرحلة الثانية للصحافة الإلكترونية في العالم العربي. والمرحلة الأخيرة هي المرحلة التأثير والتنافس، مرحلة التأثير والتنافس effectiveness or influence and competitiveness മത്സരത്തിന്റെയും പരസ്പര കൊള്ളൽ കൊടുക്കലുകളുടെയും കാലഘട്ടമാണ് മൂന്നാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. വഹാദിഹി ബദഅത് ഫി ആം 2011 في عام 2011 ميلادي، وتستمر هذه المرحلة حتى الآن
نحن في المرحلة الثالثة للورقة للصحف الإلكترونية العربية. وما هي الميزات لهذه الميزات وما هي الميزات أهم ميزات للصحافة العربية الإلكترونية في المرحلة الثالثة؟ أولا اندلاع الثورات الداخلية في عام 2011، كما نعرف هناك وقعت الثورات العربية أو الثورات الربيع العربي، هناك مسميات مختلفة لهذه الثورات الداخلية لهذه النزعات الداخلية للصراعات الداخلية في الدول العربية التي بدأت في آخر 2010 وبدأت واندثرت في أوائل 2011 ميلادي. فهذه الثورات أدت إلى ظهور الجرائد والمجلات وكذلك المدونات الصحفية كثيرة التي تتأثر على الآخر وتتأثر من الآخر وكذلك تنافس مع الآخر، فهذه هي الظاهرة البارزة للمرحلة الثالثة. فهناك ظاهرة أخرى أبرز ظواهر في المرحلة الثالثة للصحافة العربية الإلكترونية. أولا توسع الكمي الكبير في الصحافة العربية، معنى انتشرت الصحف الإلكترونية في العالم العربي في هذا الزمن أو في تلك المرحلة، أي المرحلة الثالثة من بداية 2011، اتسع أو توسع الكمي الكبير، أو هناك ظهر كم كبير في الصحافة أو في العدد في عدد الصحافة العربية الرقمية أو الإلكترونية. وكذلك الثاني التطور المهني في الصحافة الإلكترونية، أي تطورت الصحف العربية الإلكترونية من حيث المهني professionalism، كودل برمور professional أي بطرنجلوك مور professional أي، حيث ظهرت صحف إلكترونية عربية ذات أكثر مهنية more professional ആയിട്ടുള്ള നല്ല കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അറബ് പത്രങ്ങൾ ഈ ജേണലുകൾ അറബ് ലോകത്ത് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് വാണ്. വസാലിസ് ഐ അള്ളാഹിറ അസാലിസ ഫിൽ മർഹലത്തി സാലിസ ലിൽ സിഹാഫ അൽ ഇലക്ട്രോണിയ അൽ അറബിയ ഇസ്തിഹാദ ഹിസ്സത്തി അസ്സിഹാഫ അൽ ഇലക്ട്രോണിയ മിൻ സൂഖി അൽ ഇലാന ഇലാമിയ ഐ ഇസ്ദാദ ഹിസ്സത്ത് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് هل سمعتم شير ماركت؟ وهذا ازدهاد حصة الصحافة الإلكترونية. The share of electronic journals is increased. Share of electronic journals is increased. وازدهاد حصة الصحافة الإلكترونية وذلك من سوق الإعلان الإعلامية. الإعلان الإعلامية media advertisement. بواسطة الإعلان الإعلامية ازدادت حصة الجرائد الإلكترونية والمجلات والصحف الإلكترونية العربية. هنا نحن ندرس أيضا هناك نوعان للصحافة الإلكترونية. نوعان للصحافة الإلكترونية. أولا الصحف الإلكترونية المحضة أو الصحف الإلكترونية الكاملة. Fully online paper. Online newspaper. Hi. Ella arthathilum pinne adine endu version illa ee paper version illatha muluvan ella arthathilum ella thalangalilum ee journalukal verunnathinaana ee newspaperukal ee platformil maatram ulladine online newspapers ennu parayam. Wadhihi ya nuskha electroniya min as-suhuf al-waraqiya aw ghayr waraqiya. Wadhihi ya dusturu وهناك لهذا النوع من الصحافة الإلكترونية أي الصحافة الإلكترونية الكاملة تتميز هذه الصحافة الإلكترونية وهذه صحف قائمة بذاتها وهذه الصحف صحف قائمة بذاتها وإن كانت تحمل باسم صحيفة الورقية أي قد يكون لهذه الصحيفة اسم ولهذه الصحيفة نسخة ورقية ولكن
هناك فارق بارز بين النسخة الورقية والنسخة الإلكترونية، أي لا تعتمد النسخة الإلكترونية على النسخة الورقية. هنا أخبار، هنا أفكار، هنا إبداعيات وهكذا، وهذه كلها تختلف أو تختلف كاملا أو تختلف جزئيا عن النسخة الورقية. فهذه الصحافة صحافة إلكترونية محلة. وثانيا، والميزة الثانية للصحف الإلكترونية تقديم نفس الخدمات الإعلامية والصحفية التي تقدمها الصحيفة الورقية من أخبار وتقارير وأحداث وصور وغيرها. تقدم هذه الصحف كل المواد التي تصدر والتي تنشر في الصحافة الورقية في النسخة الورقية، إضافة إلى الأخبار التفاعلية interactive news. فهذه الصحف الإلكترونية لن تعرف بالصحف التفاعلية interactive newspapers. وهنا تسهيل للأخبار لنشر الأخبار التفاعلية. ما معنى interactive news؟ interactive news എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്രക്കാര് അവരുടേതായ ന്യൂസ് പുറത്തു വിടുകയും ആ ന്യൂസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ആ ന്യൂസിനെ കമൻ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ആ ന്യൂസിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പത്രക്കാർക്ക് വായനക്കാരന് അതേ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ആ സൈറ്റിൽ അതുമായി അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ പിന്നെ റിപ്പോർട്ടറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യം. പേപ്പറിൽ ആ സൗകര്യമില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ജേണലിൽ തന്നെ ഈ ജേണലുകളാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ജേണലുകളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, വായിക്കുന്നു, കാണുന്നു, അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ നമുക്കതിന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനില്ല. എന്നാൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ന്യൂസസ് ഓ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈറ്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവർ വരുന്ന ന്യൂസുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറയാനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ന്യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ന്യൂസസും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ സൈറ്റിൽ, പത്രങ്ങളിൽ, പേപ്പർ വെർഷനിൽ എന്തൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുവോ അതൊക്കെ ഈ വെർഷനുകളിൽ ഉണ്ടാവും. അതിന് പുറമെ ഇതുപോലെയുള്ള തഫാഉലി ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. وهناك ميزة أخرى أيضا، تقديم خدمات الصحفية وإعلامية أيضا إضافية لا تستطيع الصحيفة الورقية تقديمها. പേപ്പറുകൾക്ക് പേപ്പർ വെർഷൻസിന് സമയത്ത് നൽകാൻ കഴിയാത്തത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ്, അതുപോലെയുള്ള പിന്നെ മൂവി, അതുപോലെ തന്നെ അനിമേഷൻസ്, ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ന്യൂസസ് പോലെയുള്ള കൂടുതൽ മെറ്റീരിയലുകൾ, കൂടുതൽ ഡാറ്റകൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇത്തരം ഓൺലൈൻ പത്രങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നതും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. വഹദിഹിയൽ മീസാത് അസ്സലാസ വഹദിഹിയൽ മീസാത് അസ്സലാസ ലി അസ്സോഫ് ഇലക്ട്രോണിയൽ കാമില ഫഹാദ അന്നഉൽ അവൽ ലിസ്സിഹാഫ അൽ ഇലക്ട്രോണിയ വന്നഉൽ സാനി വകദാലിക വഹദിഹി അൽ വകദാലിക ഹദിഹി അൽ തുഖദിമു ഹദിഹി സിഹാഫ അൽ ഇലക്ട്രോണിയ അൽ മഹല തുഖദിമു അയ്ലൻ ഖിദ്മാത് അൽ വസായിത് അൽ മുതഅദദ ഫഖദ നഅകശ്നാഅന്നു الوسائط المتعددة الصور وكذلك الصورة والنص وكذلك الكاريكاتشر وكذلك والصور المتحركة animations وكذلك فيديو وهذه الوسائط المتعددة وهذه تستخدم هذه الوسائط المتعددة بنفس الوقت في الصحف الإلكترونية وهذه أيضا ميزة هامة للصحف الإلكترونية الكاملة وهذه الوسائط المتعددة لا تمكن استخدامها في الصحف الورقية ولا في الصحف النسخة الإلكترونية للورقة للطباعة الورقية. പേപ്പർ വെർഷനുള്ള പത്രങ്ങളുടെ തന്നെ ഈ വെർഷൻ ഉണ്ടാവും, PDF വെർഷൻ ഉണ്ടാവും. അവിടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൾട്ടിമീഡിയകൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞോളാം എന്നില്ല. ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഉപയോഗിക്കാത്തവരുണ്ട്, ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ പക്ക ഓൺലൈൻ മാഗസിനുകളിൽ, ഓൺലൈൻ ജേണലുകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മൾട്ടിമീഡിയകൾ ടോട്ടൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത. അന്നഉസാനി ലി സുഹഫ് അൽ ഇലക്ട്രോണിയ വഹിയ അന്നുസ്ഖ അൽ ഇലക്ട്രോണിയ മിന സുഹഫ് അൽ വറഖിയ പേപ്പർ വെർഷൻ്റെ ഈ പേപ്പർ നമുക്ക് പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ വായിക്കാം എന്നതിലപ്പുറത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ആഡ് ചെയ്യാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ പാടില്ല. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം.
അതുപോലെ അതിനകത്ത് മൾട്ടിമീഡിയ ഇല്ല. പത്രത്തിൽ എന്ത് മീഡിയയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതേ മീഡിയ തന്നെയാണ് ഈ പേപ്പറിലും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നുസഹ് അൽ ഇലക്ട്രോണിയ മിനസുഫൽ വറക്കിയ ഈ വെർഷൻസ്, ഈ പത്രങ്ങളുടെ പ്രിൻ്റ് മീഡിയയുടെ പ്രിൻ്റ് വെർഷൻ്റെ ഈ വെർഷൻ നൽകുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. വഹാദിഹി മവാക്കിയോ സുഹഫൽ വറക്കിയ പത്രങ്ങളിലെ പ്രിന്റ് മീഡിയയുടെ പ്രിന്റ് പത്രങ്ങളിലെ ചില ന്യൂസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ ന്യൂസുകളോ ഈ വെർഷനിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ജേണലുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെർഷൻസിന്റെ അന്നുസഖ് അൽ ഇലക്ട്രോണിയ ലി സിഹാഫ അൽ വറക്കിയ വഹാദ അന്നഹു സാനി ലി സിഹാഫ അൽ ഇലക്ട്രോണിയ فهنا قد درسنا عن الصحافة العربية ما هي الصحافة الإلكترونية ما هي الصحافة الإلكترونية ما هي الصحافة الإلكترونية الأول ما هو الأول موقع للصحافة الإلكترونية كيف بدأت الصحافة العربية الإلكترونية في العالم ما هي الصحافة الأولى الإلكترونية في العالم العربي الجريدة نعرف الجريدة هي الصحافة الأولى وكذلك هنا الصحف كثيرة عربية إلكترونية وهنا نوعان من الصحف الإلكترونية أولا الصحف الإلكترونية محضة أو fully online platform journals أو magazines أو newspapers والثاني النوع الثاني هو النوع النسخ الإلكترونية للصحف الورقية وهذا النوعان للصحافة الإلكترونية